أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية، ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية. أشعار وفنون وربابة والحان بأصوات شجية، ليواننا مفتوح بابا وجلسة سمرنا الشاعرية. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأفاضل، ويا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ليوان الشعر، الجلسة الأمسية اللطيفة اللي نقضيها وياكم أسبوعيا مع شعرانا والوجوه الجديدة اللي تشوفونها معانا في كل رمسة من رمسات الليوان. طبعا تستمتعون بالقصيد، تستمتعون بالطرب، تستمتعون بكل ما يقدمونه الضيوف إن شاء الله تعالى، سواء في جلسة اليوم ولا الجلسات القادمة إن شاء الله، ومثل ما استمتعتوا في الجلسات اللي مضت. اليوم عندي ضيوف منهم وجه جديد، والبقية مألوفين لكم تعرفونهم، باع طويل في الساحة سواء شعر أو الفن. عندنا طبعا الشاعر فيصل الفارسي. حياك فيصل. يا مرحبا فيك، يعطيك العافية. حياك الله، بارك الله فيك فيصل. طبعا فيصل تعرفونه، شاعر له باع طويل في الساحة الشعرية، وأيضا مشاركاته معروفة وتعجبكم قصائد فيصل مثل ما اليوم راح إن شاء الله تستمتعون وياها. عندنا حمد العويسي. حياك يا حمد. الله يحييك، يعطيك العافية. حمد بن من؟ حمد بن بخيت العويسي. والله والنعم، حمد بن بخيت العويسي. من وين يا حمد؟ من ولاية بديه. من بديه الشرقيه. الله الله. حمد طبعا لاول مره، وان شاء الله تعالى ما هي الاخيره. ها واليوم ان شاء الله تسجل حضور رائع جدا كذا من خلال الليوان لكل من قاعد يشاهدك ويسمعك. الله ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يعطيك. وطبعا في هذه الزاويه، زاويه الوتر الجميل، الفنان الرائع جدا تركي الشعيبي. حياك يا تركي. حياك الله، يعطيك العافيه. بارك الله، بارك الله فيك. سلمك. الله يسلمك. كيف مرتاح؟ ما بنعرف عنك. الله يسلمك. انا معرفتك خلاص يعني واصل. الله يخليك. اي والله انتم ما شاء الله عليكم يعني انتم فيصل، ولكن اليوم فرصه لحمد يسجل حضور جميل كذا ما بين تركي وما بين فيصل. حمد قادر مبدع. عليك زود الله شهادة. شريف. بنرجع لهم ولكن من بعد ما نطلع مع الفاصل كذا ويا أبو خالد ونرجع مع ضيوفنا. تطمن تسأل عليك العافية وحنا بخير، يا من سألت لي تطمن تسأل عليك العافية وحنا بخير. والفؤاد صار في شغل، ارحم القلب الشاجي. والفؤاد صار في شغل والغرام قاسي عظيم، والجمال يا ما فاتك، والغرام قاسي عظيم، والجمال يا ما فاتك. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا عيني. قضي سنيني بكيت من ببكاي من هم فارقاك، في غربتي عايش مكسر سجيني، تلعب بي الأحلام وأنا تابع خطاك، فيني من الآهات ماضي سنيني. موسيقى
في هموم بلواك، وانت الوحيد اللي بك الشوق عيني، ساعة احس العمر ما يقبل اعزاك، وقبري حفرت يا حبيبي بديني، حزني وماسي خافي هموم بلواك، وانت الوحيد اللي بك الشوق عيني، ساعة احس العمر ما يقبل اعزاك، قبري حفرت يا حبيبي بديني. ساعات اقول العمر ما يسوى بلاك، ايش هي حياتي دون شوف تظنيني. عودة لكم مشاهدينا وليوان الشعر وضيوف أمسية الليلة الشاعر فيصل الفارسي وحمد العويسي وتركي الشعيبي. نبدأ كذا بالاستهلال يا فيصل، يعني ما شاء الله عليك، في الجزء الأول ميت، الجزء الثاني ميت، كله مشغول والله الظروف اي الظروف ما تصادفنا بك يعني. اي نعم والله، لكن تشريف اكيد يعني، حتى الكل يمدح في البرنامج، واحنا مثل ما شاهدنا يعني البرنامج مميز دائما، ودائما افكاره مميزه. وما شاء الله عليك انت يعني في تقديمك وتفاعلك حتى يعني يطفي ايضا للقصائد، وهذا طبعا كله ما ينجح الا بكم انتم كشعراء وحضور جميل جدا وقصائد تقدمونها. اي نعم. اخر اطلالاتك فيصل وين كانت؟ والله ما وقفنا الحين في هالفتره في الامسيات الوطنيه، من بدايه ايام العيد الوطني حتى من قبل العيد الوطني الين اول امس كانت امسيه في الدقم. في الدقم ما شاء الله كنت مشارك. ايوه جميل. وكان قبلها بيوم كنت في محوت يعني غير. كيف كان نسألك عن الحضور هناك؟ الحضور كان يعني القاعة انترست ضجت، والناس حتى في ناس كان ما قدر ما حصلوا أماكن يعني، على رغم متعطش الناس صغر المنطقة يعني أو عدد السكان، ولكن كان الوضع مفاجئ. أيوة جميل جدا، بارك الله فيك. إذن بنستفتح كذا ب يلا قول. محلى القصايد يوم ينفك بابها، وتبتل من وبل المخيلة هضابها، أبيات تجيني مثل رشة المطر، يا حيها والله ويا مرحبا بها. الله الله. أفكارها جتني طيور منوعة، أقنص حباريها وأخلي غرابها. الله عليك. هالأرض نعشقها ونعشق نخيلها، من نشوها الأخضر الحمرة تخصابها. يا ليتني طين ربا في حصونها، ويا ليتني لمع الحصى في ترابها. ويا ليتني من لحمي أسد جوعها، ويا ليت دمي يوم تضمى شرابها. الأرض هذه خطت الدرب للعلا، من فيكم اللي حط روحها زهابها، رفعوا أياديكم وخلوا كفوفكم تأخذ من رفوف الثريا ثيابها. وفاتورة الأمجاد مدفوعة سلف، من دم جداني موفى حسابها، أجدادنا عاشوا وماتوا بعزهم، نشدوا سباع الأرض عن كسر نابها، نشدوا الجيوش اللي لها صدورنا هدف عن الضلوع اللي تفتت حرابها. وفاتورة نشدوا الجيوش اللي لها صدورنا هدف عن الضلوع اللي تفتت حرابها، وناس تعادينا عسى الله يعينها، ما أقول إلا في الوغى وغيابها، معنا رجالا يوم يسطون على السماء، يخسى صقرها ويتردى عقابها، جيش إذا لوح بخنصرها على العدا، تدحرجت روس العدا من رقابها. سلطاننا له صدر بالحلم ممتلي، حمل هموم الشعب فيه وسرابها، ونهضة عمان اليوم ما جات من عبث، خمسة عقود يدينه تدق بابها. يا سلام. والنور اللي كلنا نشوفه بلحيته، لأن البياض اللي بقلبه خضابها. هالأرض نعشقها ونعشق ترابها، من نشوها الأخضر الحمرة تخصابها، يا ليتني من لحمي أسد جوعها، ويا ليت دمي يوم تضمى شرابها. يا سلام يا سلام يا فيصل. عليكم من بيقول قصيدة يعني
بهالقوة غير فيصل الفارسي يعني. والله تشريف روي. تشريف طال عمرك والشعراء كلهم عليهم زود يعني ما فيك وإحنا كلنا مكملين بعض بياض الوجه كل واحد له إنتاجه الخاص أكيد أكيد هي نعم جميل جدا جميلة الصياغة جميلة القصيدة جميل الطرح يعني واختيار موفق كاستهلاله فيصل والله يتشرف كيد الوطن يعني أهم نقطة ممكن الواحد يبدأ منها بارك الله فيك هذه جديدة كانها والله جديدة بعدها ما أخذت جوها في الانتشار ولكن صار لها فترة شوي خلاص إن شاء الله من خلال الديوان بإذن الله أكيد طبعا حصري هي نعم نروح لأحمد العويسي مرحبا حياك يا حمد الله يحييكم بن بخيت العويسي راع عبدية عبديه الله الله ونعم الله وش يقول حمد عليكم زو الله يعطيك العافيه يقول طال عمرك حمد في طبعا خير البدايات في الوطن يقول قصيده صبر قبل لا تقول قصيدتك ها تفضل حمد انت هناك في بديه قد شاركت شيء جلسات امسيات كذا والله في مشاركات لكن يعني ما بمشاركات متواصله متقطع يعني طبيعه الاشغال والاعمال والظروف اللي تبعدنا عن التواصل مع الامسيات بس هل البديه يدرون ان عندهم شاعر اسمه حمد العويسي؟ يدرون ها جميل البدايه منك كانت يعني ممتاز خذنا منك طال عمرك نحن البدايه هو الثقه والتشجيع وانطلقنا بعدين الله عليك وان شاء الله من هذا البرنامج نبذل انطلاقه الى الامام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تفضل يا حمد تمام فضلك يقول شاعر ولاني مع اللقات ودواوين يا سلام ولاني مع الاعلام واعلام الاعلام نعم لكن شعري في قلوب الملايين يتناقلوها الناس فالخاصة والعام, والعام سهل الحفظ والفهم صعب الموازين يصعب على الشعار تجويده ودغام إحساسه يثور جموده البراكين ويخاطب الأحجار ويحرك أصنام ترجمه بإحساس صادق براهين إلهام ما هو يكتب بروسه الأقلام دون القبيلة والوطن حد سكين يضرب على عناق العدا ويفلق الهام يا سلام متعدد الأغراض شامل عناوين يفسر الواقع ما هو يفسر أحلام دون القبيلة والوطن حد سكين يضرب على عناق العدا ويفلق الهام ذود به في وجه ناس معادين قوما على حدوده مراقيب وحيام ممدح به السلطان تاج السلاطين حاكم حكيم الرأي من نس الحكام الله الله. رجل المفاخر والسياسة وليدين الليلة في بحر المكارم تلطام ذخر العروبة والعرب بلسم الدين يوم جرحوها للفتن والتشر ذام رسالته لشعوب كل البلادين لا تفسدوا في الأرض من بعد الاتمام مسعاه لجل الخير وصلاح للبين ومواقفه له لليمن معها للشام له راية بيضاء في كل الميادين شعارها العمران لا للتهدام الله الله. الغرب يلجاله مع الروس والصين دستوره يصدر إلى العالم أحكام كل مشكلة متأرجحها فالميازين يتبع مفاصلها إلى رأسه الإبهام يحلها لو بين روسه الشياطين سالب وموجب في كنف حكمها أنيام أعمان 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 من فكره غدت حصننا أحصين للسلم والإسلام والأمن صمام أرسى دعايمها وشرع قوانين وأعطى الشعب حقه وزادها فالأكرام الشرق الأوسط يلتهب وحن ماشين على صراط السلم ونعيش بنعام بحر العرب بسطولنا لهم حامين وصدورنا درع العروبة والإسلام حنا حماة الشرق ماضي والحين سد منيع بوجه الأعداء والأخصام رصاصنا شهب ونيازك مياسين وسيوفنا برق السحايب والأغمام لو حاربون الإنس والجن صفين ما همنا وقابوس في الصف قدام يا سيدي شعبك على أمرك مطيعين أشر وهم اعترفك قعود وقيام في كل حزة للوطن مستعدين أوامرك لقوا أسور واحنا أسهام في يديك وقت الحرب خنجر وسيفين وترسك عن صروف الليالي والأيام من الأزل لين الأبد لك موالين ما دامت الدنيا مزيد الوفاء دام مبروك لك عيد الوطن يحمر العين وجعل الفرح ينعاد عام وراء عام الشعب بلسان الطفل والمسنين يدعون ربي يطول في عمرك أعوام يدعون ربي يطول في عمرك أعوام آمين آمين يا ربي يعطيك العافية أبو شهاب الله يعافيك إن شاء الله بيض الله وجهك رائع جدا يا حمد رائع طالما حضورك وبوجودك أمانة قصيدة قوية وأدائك حلو وتسجيل حضور أول بإذن الله تعالى كذا دخول إلى الساحة بإذن الله إن شاء الله ما عليك زود يا أخوي سالم والشهادة الله شهادة نتشرف فيها وهذا أقل ما نقوله في حق هذا المولى العظيم والوطن هذا الوطن اللي بارك الله فيك بارك الله فيك والله يمن سلمت الله. سلمت يا حمد بن بخيت العويسي يعطيك العافيه ابو شهاب يعطيك الصحه بارك الله فيك ما اعرفك عاد تركي الوضع عندك الحين
انا سحت بين الامواج امواج طلاطمبي يعني. ايوه من هناك بين فيصل وحمد. اي صدق هو صحيح. الحين عاد وش اختيارك بيكون؟ لا فيصل هو ايه فيصل اها شني فوق زين زين وصلني اها يا حمد اخونا حمد آه. يا ابن موج الحين باجي احنا ندير السكان بعد زين الحين عاد ما ادري وش بنسوي مجاديفك على ما قال فيصل عاد انتم مجاديفك لا 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 عندي مشكله وش بتقول؟ عندي مشكله ما نقدر لكم صراحه احنا نستجي منكم يعني انت بعد ما شاء الله عليك لك طريقك يا تركي الحين ايش سمعكم بالضبط؟ هات اللي تحبه احنا نحب نسمعك يا تركي تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا لأنكم في عيون الناس أقمارا متى يا كرام الحي عيني تراكم السلام عليك يا تركي يا سلام على اختيارك حاجة بسيطة يا يعني. جميل هذا الصوت صوت جميل جدا هي أعتقد كلمات المتنبي أو الأصمعي الأصمعي هو أعتقد لا ما أعرف والله هو فعلا ربما هو جدا يعني يقول كتب على الحجر إيه؟ متى يا كرام الحي عيني تراكم جاي واحد كمل لي يعني اي زي سالفه الاصمعي هذه سالفه الاصمعي الاصمعي ايوه بياض الوجه هاي معلومتي صحيحه صحيح لا لا ما بتسوي شيء لانك عارف وش مسوي يعطيك العافيه يا تركي حبيبي الله يعافيك بارك الله فيك رائع جدا في ادائك وايضا ادائك وصوتك شيء بسيط من الاساتذه بارك الله فيك زود الله ما تبغى رجعنا لك يا فيصل عرفت فيصل يعني انت تنتهج منهج اعتقد تنفرد فيه صراحه يعني تقريبا قليل معك في الساحه تقول الفصحى وتمزجها مع الشعبي
بأسلوب محترف رائع جدا يعني. والله تشرف. أكثر من مرة كنت سمعناها كذا. والله هي فعلا أنا سويتها هذه كدمج فعلا مرة واحدة في قصيدة واحدة اللي كانت تمام صاحب الجلالة. بالضبط. على أساس إنه فعلا مثل هالوقوف أمام صاحب الجلالة يحتاج فكرة فعلا جديدة. كان الذكاء منك يعني جميل. أما من حيث إني فعلا أنا أكتب الفصيح وأكتب الشعبي لكن ما سويت ما طبقت الدمج هذا إلا في. وين ميال أكثر فيصل؟ والله ميال للشعبي أكثر لقربه مني وقربه من الناس ولكن قوتي الأكثر في الفصيح لأن أنا بديت من الفصيح أساسا. بياض الوجه. وأيضا ما ننكر أنك أيضا تقول ميدان أنت. والله شوية فيه. شفت شلون؟ بنجي ترى بنجي بعد شوية بنسمع ميدان. أنا سويت. والله إيش رأيك؟ بتقول الحين ميدان ولا بتقول قصيدة؟ والله عادي ما. هات. هو عموما الميدان أنا كتبه بس اللي ما مهتم فيه بشكل كبير بالضبط. يعني ولكن المناسبة. إيه لا بس هو لو ركز بتكون مشكلة كبيرة. الله مشكلة لا ما شاء الله فيه يعني. فيه. في لكن حلو أنك تقوله لأنه هذا موروث ربما أنه ينقرض مع القدامى فهم. صحيح. لكن حلو ماسكينا أنتم ما شاء الله عليكم. صحيح. نسمع ميدان فيصل. نقول مقطع كذا إن مقطعين عندي لا أذكرهن يعني. في واحد من ضمن قصيدة أساسا أنا دخلت في الميدان والرزحة من ضمن قصيدة معينة أساسا ولكن أنا بقول مقطع الحين الميدان. لي مسك بعين لي مسك بعين مس بعين. صحيح. وغارت من المجدم يدينه نيران في اليوف يو ربي لك حمد لك شكر يا رب يا ربي في عهد قابوس من 70 نقاود المجدم يدينه. الله عليك جميل جدا. وفي ثاني كتبت كذا في اذكر مره قمت تنشد الناس من شلين. قمت تنشد الناس من شلين. ايه وبتقسمونه ورث ثاني. ورث ثاني بتقسموه بتقسمونه ورث ثاني. قمت تنشد الناس من شلين وبتقسمونه ورث ثاني ما فح سمه وفحلومي وشايف خبر شين فحلومي فحلومي شفت العفاريت من شلين ويطيح واحد ورا الثاني. والله يا فيصل ترى حلاوته الميدان والرزحه حلاوته في رمزيه انت تعني شيء ولكنك ما تخبر عنه. فهني الميزه وطبعا الرمزيه هذه الرمزيه الحقيقيه موجوده عند اهلنا وعند جداننا موجوده اساسا. الحين قاموا يطلعوا لنا برمزيه. اسمع ميدان اسمع انت الحين عني نفسي يعني اسمع ميدان ايه مبتهم هو يعني يقول واني مبسوط يعني. اي طبعا طوالي خليك طبعا لا وتبى تسمع وش بيقول عقب هذا كيف بيكون كيف بيختمها يعني. سبحان الله. هو هذا حلاوته يعني انت اذا دخلت هذا المجال الله يعين شعر الميدان. لا والله جد يعني شو بقول. لا والله بالعكس بس حلو والله فيصل بين الحين والاخر سو مقطع اكيد نكون متواصلين حلو لان هذا من ارثنا ومن جذورنا هذه لا يمكن ان نتخلى عنها. لو الشجره تخلت عن جذورها بتموت عطش. قول رزحه بعد ترك. والله الرزحه هاي ولكن الرزحه الصوت ما يساعدني. شوف شلون الاكتشافات يعني. أوه. فيصل ميدان فصيح. لا ما شاء الله عليه ما شاء الله. نبطي رزحه يا سلام مسبع عليك. مسبع تقول؟ اي نقول مسبع الحين. هم الشاعر الشامل. كم تاخذ معك كم يوم؟ لا يعني نفس اللي قلت الاولى اللي بديت بها كم يوم خذت؟ لا هذه تطول. ما تاخذ هذه الاشياء تطول القصائد الميدان والمقاطع البسيطه هذه عادي لكن القصائد انا بشخصيا اطول. لا القصيده يمكن اسبوعين ثلاث اسابيع اخذ في القصيده الواحده. زين نسمع قصيده؟ نقول جديد بعد. هات. زرعتك بكفي وحولي تكاثرتي وغديت يقرب من انفاسي ومن ذاتي. يا سلام. لو شلتي الريش من جنحاني وطرتي ما دارت افلاكك الا في مداراتي. الله. انفاسك احسها في الكوس والشرتي. الله. في تأتأة لين يوم تقول باباتي. في شنطة المدرسة حبري ومسطرتي مكينة امي تخيط ثياب لاخواتي. يا سلام. ليتك تحسين يوم أشق تذكرتي وش لي بها دامي مضيع مطاراتي. نعم. أمشي على البطح بقماطي لمقبرتي وارمي على رمله الممتد مرساتي. يا سلام. من يوم أول لقى وانتي تبخرتي وأنا أتشرب غرامك من مساماتي كيف أقدر أكتب قصيدة يا مدمرتي
دمرتي الحزن واطلقتي ابتساماتي. ما تمشي إلا مع الأحزان محبرتي. الحزن ثرثار والأفراح سكاتي. يتحدر الشعر وانتي ما تحدرتي. الصبح صوري وطول الليل درباتي. مع الغلا والوفا ضدي تآمرتي. لذا طبيعي انها تكثر ولا آتي. ولا إي لوجهك اللي كل ما ثرتي من نومك يصير فانوسي ومرآتي. الله. ولا إي لتينك المنثور معصرتي بابونجي خوخي المصفر شرباتي. ولا إي لقلبك اللي يوم قصرتي طلع لك من الضلوع وقال لك هاتي. مثل الطفولة تمرجحتي في ذاكرتي. مثل الفقر تتكين في ظل مخباتي. خسرت أغلب رهاناتي وذاكرتي. خذيه قبل يتدفى باشتعالاتي. لوك درستي مساراتي وذاكرتي عرفتي أني مسافر في محطاتي. مشيت في الانحناءات وتسمرتي. ما قلت لك لا تضيعي في انحناءاتي. الحين صرنا عرب دامك تأخرتي. بعد اجتماعي خذي آخر قراراتي. برسل إلى ساحة الأقصى سماسرتي ولبناء صهيون بنقثر سفاراتي. الله عليك الله عليك الله عليك يا فيصل. جميل جميل جدا. جديدة هذه. جديدة جديدة ما سمعناها من قبل. بياض الوجه بياض الوجه. رائع جدا يا فيصل. هذا هو الحبك الصحيح لفيصل الفارسي مثل ما تعودنا يعني. شوي أنا هادين في هالقصيدة شوي. بارك الله فيك يعطيك العافية. تنوع الأساليب جميل. جميل جميل. أنت جميل يا فيصل. حضورك الأجمل دائما. تسلم عليك. العويسي أرحب. هات يا حمد. طيب طال عمرك فيها قضية. إيه. ونحن طبعا أهل البادية. أكثر قضايانا في الإبل. أكيد أكيد. شغلنا الهم. يعني. الهم وشغلنا إن شاء الله. مصلحتنا ومصلحتنا. يعني. بالضبط. عندك بوش حمد. عندي نعم. الله الله. عندي هجن حق الركض وعندي إبل حق الإنتاج. ما شاء الله. والأمور طيب الحمد لله. استنى ما بسأل سؤال دام من بدية. زين. اسمح لي يعني. تفضل. البدية عندهم سمحة ولا خميسة؟ لا لا هي لسامي ما تختص يعني في المنطقة. ما تختص بمنطقة معينة. تتبع يعني قبائل. لكنك ترى قبائل. قبائل. أقول لك تركي. ريع لما براعي بوش. براعي بحر. لا السؤال كان في بالي يعني. هو يعني ما بحكر. سمحة ممكن تكون في أي مكان. عادي يعني. يعني ما بحكر يعني هو بس عند القبائل الأول من زمان يعني في أسماء معينة معروفين بها. لكن الوقت هذا اختلط الحابل بالنابل. بالنابل. وظهرت أسماء جديدة. بعد. أدنوك أفعال عمار. بعد. على الساحة خلاص. لغى الأسامي. عيال هذا عيال اللي يتبايعون يعني يشترونه في أماكن تلقاهم يعني. زين وش قال؟ وش قال طال عمرك؟ فعلى اللي اتهموا الإبل بأنها السبب الرئيسي في فيروس كورونا. قالوا الإبل هذيك الفترة. قالوا الإبل هذيك الفترة كانت يعني زوبعة حاصلة. يبي يطيحون سوقهن. يبي يطيحون سوقهن وبي يفتكوا منهن هم مفروض قصد يعني. ولكن هو موروث. بيوصل موروث يعني متأصل ومتعمق في هذه الجزيرة العربية يعني كامل. زين. وش قال حمد؟ قال الحمد بلسان أهل البادية طبعا من المدافعين. يقول يا مروجين الكذبة العالمية. لا فيه كورونا ولا فيه فيروس. تحذيركم مضحك وشر البلية وتخطيطكم بالحرف واضح ومدروس. كل الفضائيات توصية وصيها المشتبه من حالته صار ميؤوس. قلتوا الإبل من هالمرض والأذية وإحنا قطعنا دابر الشك بلموس. عذل العواذل زادها جاذبية في نفوسنا والحب راسخ ومغروس من الأزل حتى الأبد. سرمدية هو الفلبد والإبل كالسهم والقوس غير الإبل ووجودها في المعية من البداوة ما بقى شيء ملموس. هي معجزة ربي وناقة نبية والسانية والقافلة وعزة أنفوس. هي تصلح الراعي في حق الرعية ومن دونها في الغزو داعس ومدعوس. عظيم تنفي خلقها كوكبية ذليل تنفي طبعها طبع مأنوس. وهي الغذاء وهي الدواء والمطية كالمعجزة والمارد في بطن فانوس. وهي الملاذ وعزوة أولوية كل ما علينا من الفقر دق ناقوس. كل مشكلة مادية أو معنوية محلولة مع طائفة أم نسنوس. من هالصبر والتجربة والوصية ومن هالأدب والحكمة وعبرة دروس. كم من فقير حالته مأسوية مسكين حاله دائم الحظ منحوس. ما بين ترماشة عيونها وضيه الله يبدل حالها بحاله معكوس. من هالصبر والتجربة والوصية ومن هالأدب والحكمة وعبرة دروس. حتى الكرم حتى الشيم والحمية مسكين
مستخلصه من طبعها في كل قاموس. راعي الابل يتميز باريحيه دايم نشاطه فل والكيسه متروس. لا زار مستشفى ولا صيدليه يسرح معاها وين ما هبت. الكوس في صحه جيده ومياه علميه من دون تهليله وطاقه. باور هوس حنا وحنا ما هي بنرجسيه بل هجن حزات اللقا نرفع الروس. يا مدعين الكذبه اللولبيه تمريركم في غفله الناس كابوس. لا تلهبون النار والنار حيه تحت الرماده جمره يزيد ناموس دم الجمل قلوي. وهذه مزيه يعني محال يعيش في الملح فيروس. الحجه هذه باطلها والقضيه من ساسها تلميح باطن ومحسوس. خنزيركم يا مروجين البليه ساس البلا وكل المرض فيه مدسوس. مهما تقولون الدعاوي رديه والحق بالباطل مزور وملبوس. ودي مع دلال القهاوي اضحويه رغوه حليب النوق عن شاي ابو قوس وعن دوخه الشيشه وملها الدنيه اسرح معاهم بين رضان وطعوس بالمختصر. والنيه طبعا مطيه ودي بقريصه هجن عن الف قاموس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك. سلام عليك. والله يا حمد انا اعتقد ان هالقصيده اثرت يعني. القصيده هذه اثرت وايد. هذه المساله اللي جابوها اندثرت بروحها مره. اندثرت حصلت هذه القصيده انتشار كبير يعني واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. وخصوصا في الواتساب يعني في جروبات اهل الهجن تعرف روحك شراره ما شاء الله. كانت كانت في الوقت اللي لا البدوان خطيرين بينشرون الشيء اكيد عجيب. كل من يدافع عن نفسه وعن طرفه يعني ايه. هلا الدكاتره هو كانت اساس يعني اساس التهمه من دكتور في السعوديه يعني ايه. وزير الصحه هو اللي اطلق هذه التهمه ولكنها في النهايه بطلت. في النهايه بطلت اكيد. بطلت. يعطيك العافيه. كل ما بني على باطل فهو باطل. اقول لك العلاج يا منك انت العلاج. يعطيك العافيه يا حمد. الله يعطيك. بارك الله فيك، جميل جدا، جميل جدا. هات يا تركي. عاد اختيارك الحلو مره. الحين اختيارنا. هو احسن شيء يوم واحد يقول لك على راحتك. اي على راحتك. الله يخليك. فينا عام
ترى نحن أطياب والوقت فينا عاب وش فيك وش فيك وش فيك علي يا زمان وش فيك علينا يا زمان. يعطيك العافية ترك. الله يعافيك. بارك الله فيك. جميل. من الأعمال الجديدة هذه. الزمن ما في شيء علينا ولكن نحن 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 اللي فينا والحاني الكلام لمن؟ الشاعر السعودية إحساس. جميل جميل اللحن. جميل. لا لا اللحن جميل. تركي خطير خطير جدا. بارك الله فيكم يعطيكم العافية. شكرا حبيبي. كذا بناخذ استراحة معك أبو خالد ونرجع لضيوفنا مرة ثانية. وكل لم بحرفه هالمساء يضوي كلمة شكر للي دعانا اليوم. صدفة سعيدة يوم شفتي كل باب الصدفة نزوم ليها العمر والعمر غالي ونشبة النيران حنا عطبها نلجم حلوق المعتدي عطين براس للطيب. أقول حرام الجو يمطر له بدون حرام الجو يمطر له بدون سفينة شراعها حكمة في كل درب نخاويها سفينة تمهدت برجال البحر والجبل تلتهب قول ود الشيخ فاد عروس وتكسر الألم والميتين كان عادة بعد ما رسنانا ضربت لك يا عم وكيا وقوم جيب لك يا عم وكيا يوم الكاك الحمام قالت يا ربي شفاء لك قبل يولد تخر له الجباب اللي ساجدينا عودة لكم مشاهدين الأفاضل وليوان الشعر وضيوف أمسياتنا لهذه الليلة الشاعر فيصل الفارسي وحمد بن بخيت العويسي وكذلك تركي الشعيبي الفنان الجميل ونأخذ جولة أخرى معكم. فيصل شرحنا كم مسبعة واحدة وعطنا القصيدة. ولا شو رأيكم؟ هذه مسبعة نفس الشيء يعني إن أذكر كتبت بس يعني أغلبهن ما أذكرهن او ما حتى ما مارست فيك بشكل كثير لكن لا ذكرى من فعلا من القصيده نفسها كانت قصيده وطنيه. هالارض تزهو بنور اسمك قلايدها هالارض تزهو بنور اسمك قلايدها تهمس بحبك حواريها ومسايدها مدت لك من الشروق الى المساء يدها مديت قلبك وفل شعبك مع يدينك والشعب يا سيدي فاضوا معيدينك من راس سمحان لمسندم مأيدينك وسرابهم ما تتوه وانت قايدها. يا السلام عليك يا السلام عليك. جميل جميل يا فيصل يا متوحش انت يعني. وش بقى في الشعر؟ ودنا والله اليوم نسكت ونسمع بس. والله وش عليك وجود. لا والله بالعكس صراحه ماني وجهه نظري يعني الشخصيه او بسكت واسمعكم. لا والله بالعكس المتعه من عندك انت اكثر. حياه للروح طبعا والله غذا نفس أيوة. الموسيقى انت تزيدوا حلاوه طبعا باصواتكم يعني هي ترى هي مرايه او زي ما يقولوا صور برواز ثلاث اضلع الضلع الاهم اللي هو الشاعر إيه؟ بعد هيك الملحن بعد هيك الفنان لا أيوة. لا تخلع عمرك الاخير انت توصل في النهايه انت توصل نوصل ايوه هو الاساس هات القصيده يا فيصل شو نقول عاد تقوقعي في وريدي يا خلاياها وتسوسني في ضميري يا محانيها وتلعثمي في لساني يا خطاياها وتوسدي راحتي يعذب خطاويها دلوعة تنزل الكلمة من شفاها قطرة ندى تعكس الدنيا بما فيها كل الحروف الحزينة استوطنت فاها ما ودها إلا تعيش الدهر في فيها الكلمة اللي الفظتها من ثناياها تعلقت في شفايفها برجليها
مخلوقة من فم النايات عيناها، الحزن ينسج خيوطه في حواشيها، دبدوبها حينما التفت ذراعاها ما قال للناس إنه ميت فيها، عشان لا هزته دنياه بجفاها يلقى حضنها تدفيها ويدفيها. يا سلام. تأوهت آه يا ويلي من واها، عاد ندور من اللي ما يلبيها، لا جت تنادي عماماها وباباها، يسيل من رقة الإحساس واديها، تضحك تلوح الأماني من محياها، تبكي يقول الفم المليان وش فيها، توقف يسمي عليها جملة عداها، تمشي يذوب الحجر ويبوس رجليها، حتى القلم يوم بانت له مزاياها من ضيقته قام يرسمها ويمحيها. اللي ضما من خدود أن ينسكب ماها مكتوب لا يعيش طول الدهر ضاميها، واللي انسرق منها عمره دون لقياها وش حيلته دام حاميها، حراميها يسدد الشوق دون يشوف مرماها، تسديدة اللي مخربها ومعميها، دلوعة تنزل الكلمة من شفاها، قطرة ندى تقلب الدنيا بما فيها، مريضة بالغرور ورقة شفاها من الأخيرة، عسى الله لا يعافيها. الله عليك. سالي ما شاء الله عليك فيصل، يعطيك العافية. جميل جدا، جميل جدا فيصل، بارك الله فيك. بن بخيت هاتي العويسي، مرحبا، الله يحييك. والله فيصل دخلنا في مجال كنا انت والله انا ابيك تدخل هو ذا المجال هو ذا فيه ابيات يقول شفني على حفيت يالس ارضف الونه وراقب عمان من عالي نواحيها كلا ينفس همومه فالفضا عنه وانا همومي على القمه الاقيها يا سلام واكتب على الغيم هم القلب وكنه عسى اهل ديار محبوبي يوديها وعساه ينثر غرامي فالمطر منه وتنتعش نفس محبوبي ويحيها ودعني برغبة منه ولكنه معضل بهام يتجرع مآسيها ومن عقبها أنا عرفت الشوق وشكنه والنعمة اللي في قربه ما أقدر أحصيها. الله عليك. سلام. الله عليك يا حمد. الله بعدك في هذا الدرب خطير تراك. هذه غنائية. هذا الدرب خطير. هذه منصوبك مرة. أي ترتيبك. هذه بعدين أكتبها وعثها تركي. بس اخوي فيصل ما يكتب غنائي ابدا. لا ما يكتب فيصل؟ ابدا. لكن فيصل بارع. بس لا لو يعني لو كتب يعني ما تغنى لك شيء فيصل؟ لا لان الحين لا خض انا ترى في ناس من العامه يعني المتذوقين يعني ما يعرفوا شاعر يكتب غنائي فيقولوا لي مثلا تركي ليش ما غنيت الفيصل؟ فيصل ما يكتب غنائي. صح انا ما اني جربت ما دخلت فيه لكن لا تدخل فيه انت بتبدا أيوة جدا خلاص بتبدا انا قدمكم. لا نحن خلاص قفينا حبيبي والله قفينا والمجال لكم. يلا نسمع شيء تركي ان شاء الله. بس عليك ها لا تبدا. لا لا خلاص خلاص ناخذ من التوقيع من الليوان على طول. بلاني الود وقلبي في تعذب وشوق الزين سبب لي مصايب نحل جسمي وخلى الدمع يسكب وقلبي في هوى المحبوب دايب بلاني الود وقلبي في تعذب وشوق الزين سبب لي مصايب نحل جسمي وخلى الدمع يسكب وقلبي في هوى المحبوب ذايب ألا يا نجم ليلي بترفق ألا يا غايب بين السحايب أنا ضايع دليلي في المحبة وبين الموت تلعب بالهبايب وبين الموت تلعب بالهبايب هو كنت ويا المزيد
في صدق جعلت الشب شايب وكم مثلي وقدته في الحب هجر ناسه واهله والقرايب هجر ناسه واهله والقرايب هواك انت ويا المزيون يتعب وفي صدق جعلت الشب شايب وكم مثلي وقدته في الحب هجر ناسه واهله والقرايب هجر ناسه واهله والقرايب بلاني الود وقلبي في تعذب وشوق الزين سبب لي مصايب نحل جسمي وخلى الدمع يسبب وقلبي في هوى المحبوب دايب وقلبي في هوى المحبوب دايب. يا سلام عليك تركي يعطيك العافية. يعطيكم الله العافية. الفنان يبقى فنان على طول يعني. اي والله حبيبي. تركي آخر أغنية وش كانت لك؟ آخر أغنية طويل العمر كانت من الأغاني اللي هي سينجل يعني البنات أعتقد سمعتها البنات إيه البنات كلهن ذوق وحالات ما هي حلوة الحياة والله من دون البنات صحيح صح ولا لا يعني يبغي يضرب هو العنصر النسائي يعني معناته في جمهورك يستاهلن أغنية يستاهلن السلام عليك يا تركي لا احنا نقول يستاهلن بعد نبغى ما احنا نقول يستاهل نعم يستاهلون وبعدين كان يستاهلون الشباب ايضا والشباب لا الشباب من زمان غنينهم الشباب غنيت لهم وبعدين اللي هي يا زمن وفي تحضيرات يعني ان شاء الله في شيء قادم ان شاء الله حلو الحين تنزل سنجل كذا اغنيه ايوه هو هذا الصح مضولهم بعدين لا هو هذا الصح خلاص زمن الالبومات الحين لا تعتمد على شيء اسمه البوم انت بتخسر كم الف على البوم في يوم ما بتقدر تبيع في الانترنت كله بالضبط التواصل الاجتماعي الحين لاعب لعبه جميله جدا وبعدين عندك برنامج اسمه انغامي اي شيء جديد حصلوا فيه بالضبط البوم كامل بياض الوي حبيبي وجهك كبير بياض الوي يعطيك العافيه تسلم هات يا فيصل رجعنا لك شيء في بنات لبنات استاهل لا هو عيل عنده عيل هذا عنده القصيده ما اخبرك عاد قصيده طالبات وبعدين نوب جهز من الحين للبنات اي حمد جاهز وحاضر دور لك العاصمه هات يا فيصل ايش بنقول الحين عاد اللي تحبه فيصل يلا قالت احبك حلو قلت شفتي الطوابير صفي وراهم كلهم ينطروني يا سلام شو الغرور هذه ضد البنات كذا عكس ايوه قالت احبك قالت احبك قلت شفتي الطوابير صفي وراهم كلهم ينطروني ما عاد لي في دروب حبك مشاوير ما عادت ظنونك تخيب ظنوني كنتي جناح به من همومي اطير كنتي الجنون اللي يلحف جنوني يوم الجفاف يلفني كنتي البير كنتي سحا لا والله كنتي مزوني كنتي الكتاب الممتلي بالتعابير اقرا عيونك وانتي تقريه عيوني غمضت عيني طحت وسط المقادير ما قصروا اهل الوفا كفنوني فتحت عيني ودي اشوفني غير لقيتني عايش لوحدي بدوني اللي رسموني يا حمد بالتباشير مدوا يديهم يا حمد ومسحوني مدوا يديهم للفؤوس المناشير سموا على جذعي وبدوا يحطبوني يوم ان مال الجذع واصطفت العير ما طاح جذعي لين طاحت غصوني الله. طاحت غصوني قمت صط العصافير ما باقي الا صوتها في اذوني طحت ولقوا صوتي شرات الدنانير قاموا مع الميراث يتقاسموني يا سلام اللي شكت من ريحهم نفخه الكير اللي وانا ميت عطش ما سقوني اللي صوانيهم ذنوب ومعاذير اذا لقوني في عشاهم كلوني وانا لو اني من عيال الهوامير ما كانت دموعي تبلل اردوني وانا لو اني من عيال الهوامير ما كان ريح الجوع تذبح صحوني وانا لو اني من عيال الهوامير ما حطت هموم البشر في متوني هاتي يديك شوي شوفيني بخير ايوه بخير وهيبتي في حصوني ساسي متين وهامتي تغري الطير ريح المنايا ما تزعزع ركوني واذا لقيتي عازفين المزامير قولي لهم خلف الضياء يلحقوني والحين عذرا
خلف ذيك الطوابير، حرام صار لهم عمر ينطروني. يا سلام يا سلام. الله عليك، صح الله لسانك. يا سلام عليك. هذه يبغي له سيناريو حق قصائد. نعم والله. فيصل يعطيك العافيه. الله يعافيك. فيصل جميل انت، فيصل جميل جدا. فيصل ما عملت ديوان شعر؟ البوم لا بعدني ما سويت ديوان صوتي بعده. بس هو قصايده واصله يعني فيصل ما شاء الله، اي امسيه انتشار القصايد يخليك ما يعني كل ما نزلنا قصيده مثلا احنا سنجل نسوي على طول. كل ما نزلت قصيده انتشرت خلاص بعد تحس نفسك ما 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 مجدين. لازم تغيب فتره والقصايد عندنا ما تطلع بسرعه، شيء ما مسموع. لازم تغيب فتره وتجيب شيء فعلا ما مسموع على اساس بياض الوجه. جميل. اي كبيض. جميل والله ابو عبد الله صراحه، يعني ظاهر شعريه نادر في الساحه العمانيه. عزيز عزيز وغالي بطريقه وباسلوبه. لا لا اسلوبه مختلف، مختلف على الساحه الخليجيه، يعني شعر مؤثر. صح عليك. نعم عليك ما شاء الله. هات يا ابو شهاب. ابو شهاب يقول طال عمرك غطى قلبك لقلبي ما كشفته، عشان يشوف قلبك وش يقول، في عينك سر وانا ما عرفته، يحير بين رفضك والقبول، مضت الايام وانتهى ما صرفته نظر عينك، وانا ماني وفضول ولكنك حشيم، وفيك لفته وانا من حشمتك صرت الخجول، اخاف ابدا وطبعك ما ولفته، وتصبع عقبها مني زعول، قبضت القلب لو مني شغفته وصبرته، وهو طبعه عجول، كويته بميسم الصبر وعسفته، على يدينه خليته معقول، سحر قلبي جمالا فيك شفته، ابي وصلك ولو صعب الوصول، وانا درب المغازل ما احترفته، وايس الملهوى حسب الاصول، ادق الباب لو جرحي نزفته، وليلي بالسهر وقته يطول. الله عليك. الله عليك. وادق الباب؟ ادق الباب لو جرحي نزفته، وليلي بالسهر وقته يطول. هات اخيره، هات اخيره. اخيره طال عمرك فيها ابيات ايضا، يقول الجو هذا جو عشاق، هذه للاجواء الحلوه وجو بنفرين. يقول الجو هذا جو عشاق، ما يحتمل ضغط ودوامات، الله بسك من المكتب والاوراق ومراجعه كل الملفات، الله اكسر معي روتين الافراق، واطلع نغير جو لحظات تحت الغيوم، ونوض براق نتبادل علوم، وحكايات مرها طراق ومرها عناق ومرها دعابها، وابتسامات بسك مرها طراق ومرها عناق ومرها دعابه، وابتسامات مشتاق لك بالحيل مشتاق، يكفي تغلي وانتظارات لب الطلب من دون ميثاق، الوضع يا خلي سهالات وخل التجول عبر الاسواق، للي حياته عيشة اموات. الله عليك. وسلمت. الله عليك يا ابو شهاب، يعطيك العافيه. عليك زود الله. بارك الله فيك يا حمد بياض الوجه. تسجيل حضورك رائع جدا بامان. من طيبك وشهادتك. بارك الله فيك وان شاء الله ما له خير، وبتواصل ان شاء الله كذا اعلاميا يا حمد. الله يعزك. هات يا تركي. هات كذا اعطنا المسك يا تركي. ها؟ المسك الختام. اسمعكم قصيده اغنيه. زين. الشاعر معروف معنا سالم البدوي، تعرفه؟ شيء قديم، شيء قديم. قول قولي حقا. أحبك آخر أخباري وآخر ما ورد بالكف، أحبك وابعد حدودي، سلام واقرب نظرة، أحبك بأول إحساس داعب مهجتي ما كف، أحبك بأول إحساس داعب مهجتي ما كف، أحبك يا أنا أحبك بقلب ما عرف يكره، بقلب ما عرف يكره.
اجيك بخاطر مكسور وقلب معايل الياس اجيك بلفتي وينك وادي ما حمل صبره اجيك بخاطر مكسور وعين ما تعرف وعين ما تغض الطرف اجيك بلفتي وينك فؤادي ما حمل صبره ابيك تسابقي شمسي بعد من الصفر للالف ابيك تسابقي شمسي بعد من الصفر للالف بحط ايدي على خدي واقول متى يجي بكره احبك. يعطيك العافية يعطيك العافية يا تركي بارك الله فيك سلم. طبعا هذه القصيدة طويلة جدا. ايه طويلة من حوالي من 22 بيت واختصرناها اختصرتها طبعا. وجه التحية كان ملحن فتحي محسن يعني يستحق التقدير. واضح واضح كل شيء جميل يعني سالم البدوي فتحي محسن بارك الله فيك وهذا بلبل ذهبي قمة قمة واضح انها قمة بارك الله فيك شكرا جزيلا لك يا تركي يعطيكم العافية حقيقة كانت الأمسية جميلة جدا وياكم خلص الوقت ما حسينا ما حسينا جولاتنا قامت تخطف كذا سريعا الجلسة يقول لك البساط أحمدي كان بارك الله فيكم هو أحلى ما في الجلسات مثل هذه الشعرية اي نعم شكرا لك فيصل فارسي تسلم يعطيك العافية الغالي وإن شاء الله تمنى لك التوفيق ومبدع دائما في الشعر وفي التقديم وفي كل شيء سلمت الله يعطيك العافية ودائما يعني داعم حتى الكل احنا من يوم صغار وانت بارك الله فيك يعني من يوم بدينا يعني بارك ما كبرك طبعا لا بس لا لا من يوم بدينا يعني هذا الشيء مفروغ منه يعني لا بس يعني ما شاء الله عليك دائما داعم لك المواهب الشابه والله يعطيك العافيه سلمت سلمت الغالي بارك الله فيك فيصل شكرا يا حمد ظهور اول رائع جدا وان شاء الله كذا بتكون في استمراريه لك في الساحه باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله والشكر موصول لك اخوي سالم على تحت هذه الفرصه بارك الله وان شاء الله نتكم بالمره الاولى ولا الاخيره ان شاء الله انما متواصلين بعون الله تواصل والله يوفق الجميع بس لا تعتب علينا وايد لا لا مش اذا العتب من محبه اذا طولت والصد لازم العتب بارك الله فيك بارك الله واشكر هذه الفرصه اللي تاحت مع هذه المواهب شاعر فيصل فارسي الكوكب القويه الكوكب القويه ومع الفنان اللي تعرفنا عليه اليوم ما شاء الله الصوت الجميل حبيبي تسلم تركي الشعيبي نيكم هناك على عروج بدي هناك والله مرحبا سالم سمر فيصل ترى اياك مره انا فيصل سالم عاد والله الجو هناك يطيب مكان اي نعم بامان مكان مكان سلام سلام شكرا لك يا تركي الله يخليك حبيبي بارك الله فيك تشريف الله يعطيك العافيه تواجدنا معاكم ويعني نتمنى ان اضفنا شيء جميل لكم من برنامجكم الجميل هذا بارك الله فيك طبعا فضل. تركي فنان حبيبي. واعلامي اخي مؤخرا صار يعني عندك برنامج اعتقد اي في هلا اف ام مستمر ولا والله وقفنا الفتره هذه نحضر فكره ثانيه يلا ربي كان اسمه مركب الهند اعتقد جميل انت بارك الله فيكم شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مشاهدينا الافاضل على متابعتنا في أمسيتنا لليوم من ليوان الشعر كانت حقيقة الجلسة رائعة جدا بكل ما قدموه ضيوفي فيصل الفارسي وحمد العويسي وتركي الشعيبي شكرا لطاقم العمل في ليوان الشعر شكرا لمخرج العمل وليد الوهيبي اللي يرسل لكم أجمل تحيته ويقولكم ملتقانا في حلقة أخرى بإذن الله تعالى